مشاهدينا صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء اتجاه طريق السيار. بسم الله على بركة الله، يعني ساعات قبل رفع الحجر الصحي. ديال مدينة الدار البيضاء الجو ما شاء الله زوين. صباح النور عليكم كاملين، يعني بقات كتفصلنا فقط ساعات على رفع حالة الطوارئ. نتمنى ان شاء الله تعالى انه ما يكونش تمديد، لكن في مصلحتنا، وإلا كان ان شاء الله غادي يكون في مصلحتنا، نتمنى من العلي القدير ان الوباء يطرف علينا في اقرب وقت باش نقدروا نرجعوا لحياتنا الطبيعيه. نقدروا هذا شارع، هذا البرنوسي مع القدس، كاين واحد الحي في البرنوسي سميتو القدس، هو اللي كطلع فيه لوطوروت. هاي لوطوروت دابا غادي ندخلوا ليها، لوطوروت اللي كدير لكازا المعارف. كنتمنى ومازال ما عندناش معلومه، ممكن نتمنى ان شاء الله يتحيد وترجع للحياه المجراه. نتمنى ان ما تبقاش كورونا، ما يبقاش الناس يتعاداو، واخا يتحيد الحجر ان شاء الله. نتمنى ان الناس تاخذ الاحتياطات ديالها وتبقى دائما مواظبه على انها تغسل يديها اشاك فوا، انها تعقم، انكم ديروا لي بابيت ديالكم، تجنبوا السلام، خصوصا السلام بزاف. كنشوف بعض الناس دابا راه ولاو كيتسالموا، كيجيو ما كيمدوا لك حنكم، دونك من الاحسن ما نسلموش حنا كاع حتى يفوت هاد الشيء. سمحوا لي مشاهدينا ما نقدرش نقرا التعاليق ديالكم، لان دابا انا دخلت للطوروت، كيف ما كنشوفوا الطريق شويه عامره، دونك خصني نركز شويه في السياقه، ولكن مره نهضر معاكم وانتم على المباشر عايشين معايا الاجواء ديال مدينه الدار البيضاء، خصوصا طريق السيار. كيف ما كتشوفوا راه الطريق عامره، اللهم امين. شكرا لكم بزاف. الطريق كيف ما كتشوفوا ولات عاديه بحال الاول تقريبا، يعني الناس كيخرجوا تدريجيا التحقوا بمقر العمل ديالهم تقريبا كاملين، يعني ولينا كنلقاو الزحام في الطريق. في الاول فاش بدات كورونا كنا كنخرجوا، يعني ما كاينش الزحام، كنت كنلقى انا شخصيا كنت كنلقى لوطوروت خاوية بزاف، يعني ميم با 15 دقيقة 20 دقيقة، كان 20 دقيقة تقريبا كنديرها من البرنوسي المعارف. دابا شوية غادي تزاد الوقت لأن غيكون الازدحام،
هادي لوطوروت ما بين سيد البرنوسي، عين سبع، محمديه، درب السلطان، فيدا، كاليفورني، درب غلف، معارف الى غير ذلك. انا دابا في طريق السيارة ديال مدينة الدار البيضاء. الدرجات نقصوا شويه، ما بقاوش بحال الاول، لكن باقيين كاينين. لا، ورقة التنقل غادي تكون ضروري، خصها تكون باش تقدروا تسافروا، لان باقي ما علنوش على انه مرفوع حالة الطوارئ، باقي ما رجعتش للحياة عادية. مازال تتعلن وزارة الصحة وزارة الداخلية وتقرر الدولة على ان تحيدوا الوراق، عاد غيتحيدوا. اما الوراق بقاو في السفر، خصك تاخذ لوطوريزاسيون باش تسافر شي مدينة وتكون عندك خدمة، ماشي
تسافر بوغ لي فاكونس ولا شي حاجة؟ نو اسمحوا لي راه لي كومونتير اللي كان نحضر عيني مره مره الكومونتير اللي جات سي راه كنجاوب حيت ما نقدرش يا الله يا كريم استغفر الله يا ربي امين لي خطك. تحيه للزميله ناديه ولكن انا ماريه معكم ماريه ماشي ناديه. امين السي رشيد لي خطك. حنا دابا في عبد المؤمن داخلين لدرب غنف، درب غنف معاريف الروداني، حنا في مدينة الدار البيضاء. شكرا لك سي حمزة، تحية لكم كاملين وصباحكم مبروك وصحة وسلامة وطول العمر ان شاء الله باللي كتمنى، ونتمنى لكم ان شاء الله غير خير وبركات. الله يسر اموركم ولا يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله تعالى. السلام عليكم حتى نتلاقاو ان شاء الله في بث اخر.